علمني رمضان الكثير والكثير، فعلمني رمضان كيف أتعامل مع الناس بتخفيف آلامهم قبل مداواتهم. أيضا علمني رمضان حالة استثنائية أن أحرص عليها، فهم الأطفال وكبار السن، فدعوة منهم قد تفتح باب خير وتغلق باب كرب. وأخيرا وليس آخرا، علمني رمضان الإخلاص في العمل، ويتلخص كله في هذه الحكمة، حكمة تعمل لكي تعمل ما تحب.